السلام عليكم مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا غادي يكون الجزء الثاني ديال الفيديو اللي قبل او الفلوغ 7 هو اللي داز قبل. غادي نكملوا اللي بديناه. احنا مازال كنصايبوا دوك اللورمات، مشينا جبنا البانسات هادو اللي كتشوفوا بالحمر، الايديات ديالهم حمر. هادوك البانسات غادي نجبدو بهم واحد الفيس لداخل، ما يمكنش نجبدوه بالتورنوفيس غير من زعما غير من برا. ودابا غيسهل علينا نجبدو هاد الرولو ديال الحديد. وهكا كنكونو جبدناه وبكل سهولة، وعيسهل علينا نكتشفوا شنو المشكل او العائق اللي ما خلاش الرويضه تدور او المشكل اللي كنقلبوا عليه من الصباح. ودابا لقينا المشكل اللي كنقلبوا عليه من الصباح. المشكل هو انه في دوك العيبات اللي كيدوروا كيف ما كنشوفوا دابا، انهم شي تهرس شي تعوج شي تحيد من بلاصتو. هذا هو المشكل اللي ما خلاهاش تدور. كيف ما كنشوفوا دابا او كيف ما كيورينا كريستوف بيديه، هو غادي يمسحو غادي يبان مزيان. شفتوا كيفاش شي تعوج وشي تهرس. اما هذه اللي بقات لاصقه هنايا ما فيها حتى شي مشكل، مازال صالحه كيف ما كتشوفوا دابا، ما فيها والو. ماشي العكس ديال اختها اللي شفنا قبل. وزياده على هذا الشيء هذا انه كاين المشكل ديال الغبره والوسخ، وحتى هذا الشيء كيشكل عائق. كنحاولوا نطفوه على الاقل غير بيدينا باش يتبان لينا الخدمه ويبان لينا المشكل الاصل ديالو فين. نرجعو ويلا معانا عاوتاني للمخزن ديال الادوات. هنا جبدنا هذا الصندوق هذا باش نقلبوا على هادوك لي غولو اللي غادي يجيو. المهم كنقلبوا على لي غولو اللي غادي يجيونا في ديك البلاصه نيت. كيف ما كتشوفوا دابا هذه ما جاتش قدها. احنا كنقلبوا وحنا كنخملوا او ميم طو، حيت كاينين شي وحدين صالحين وشي وحدين ما صالحينش. Oh, 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 oh
احنا مازال كنقلبوا ومازال ما لقيناش. هكا كنكونوا ردينا الصندوق ما لقيناش في هذا الصندوق هذا، نشوفوا في الجهه الاخرى واش كاينه ولا لا. هو لقينا غير هذه ولكن ما عرفتش واش كافيه ولا لا، هذه اللي كانت لكم قبيله. وهادو غادي نحتاجوهم في بلاصه اخرى، كنشوفوها كاين. وهكا كنكونوا سالينا الفيديو او لا سالينا الجزء الثاني من الفيديو. نتمنى يكون عجبكم، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع صحابكم.